خليني نقول لك خرجة خرجة. يلا اجي واحد. السلام عليكم. هاتك دقوة. شدوك وجهنا. اذا متشبعين الكرام مرحبا بكم في باتش مباشر اخر من حنا اليوم في واحد مع واحد الحاله انسانيه حاله اللي كتقطع القلوب حاله ديال هاد السيد هذا الاب ديال هاد جوج بنيات اللي عندهم اعاقه ذهنيه. السلام عليكم. بغى يحكي معنا المعاناه ديالو لعل وعسى شي واحد من المحسنين انه يساعده نخليه هو يعاودنا القصه ديالو. السلام عليكم. حبذا لو انك هضرتي بشويه صوت مرتفع باش يسمعوك الناس. السلام عليكم. بلاش غير شويه على شويه على شويه صافي خليها غير خليها خليها صافي بركي حداس كتا بركي حداس كتا السلام عليكم. وعليكم السلام. بلاش خليك معنا دقيقة صافي يلا واخا. السلام عليكم شريف. حبذا لو انك هضرتي شويه بصوت مرتفع باش يسمعوك حتى الناس. عندك 6 ديال الوليدات منهم جوج دريات هما هاد الجوجات اللي شفنا دابا صافي ها انت هضر شويه بالجهد باش يسمعوك الناس ديالهم راه مكرصه معاهم بزاف ما حيلتها المركوب باش ديهم عند الطبيب والدريه الكبيره تشوفوا فيها راه تعاني عندها واحد ياك متبع عليها عند الدكتور الشافعي راه خاصها واحد مسار كبير الا بغات تمشي من هنا للمدينه. طبيب ما عندكم ما كاينش هنا في هذه البلاصه طبيب؟ حنا في منطقه بوسكور. لا ما كاينش حنا هنا تمشي للمدينه ولا بغات تمشي للمدينه تتعاني مع المركوب وداك الشيء على الاقل تتخطى واحد 150 درهم ديال الطريق هذه. 150 درهم غير ديال المركوب. هذه ديال المركوب هذه ما يحيلش حتى شي حاجه انك تخرج من الصباح ما تجي حتى ديك 9 ساعة الليل راك عرفتو هذا الطبيب ديال الدم وداك الشيء راه تيكون عنده الناس بزاف الدريه تفضلها بالجوع تما وداك الشيء واليوم راك انتم دخلتوا على خدمه شفتوا تنشكركم وتنشوفوا من المحسنين الله يجازيهم بخير. كاين شي محسنين كيتعاونوا معاك؟ لا بأس الحمد لله قليل الناس كاينين شي ناس كيتفكرونا وتنصبوا الناس يشوفوا بعينيهم والتفتوا لهاد الناس اللي بحال قول هاد هذو الاحتياجات الخاصه راه عندنا ناس هنا بزاف حتى حنا كاين الجيران الله يجازيكم. شحال انت كتعيش معاهم هاد المشكل هذا منين تزادوا؟ منين تزادوا انت يا من الزياده ديالو هذيك الدريه ما تهضرش هذه لا خذها واخا يعني تت راه انتم شفتوا الظروف راه كاري هاد السكن ماشي ديالك غير كاري انت شحال كاري؟ كاري ب 12000 ريال شكون اللي كيعاونك على الكرا والسكن؟ شيشة الراسي وكاينين الناس بعدا تيتفكرونا بحال هكايا الله يجازيهم بخير وتنشكروهم هاد الناس من هاد المنبر تنشكرو المحسنين اللي تيوقفوا معانا. انت ما خدامش شي عمل قار حتى خدام في الفران خدام في الفران خصوصا في هاد الجائحة هاد السحيرة تنخدمو نهار هي ونهار لا حتى القوت اليومي ديالك واقيلا كاين فيه صعوبة راه
البنية ديالك عندهم شي دوايات؟ ايوا الدريه راه عندها مي بن الثاني. شكون اللي قلتي ليا فيهم كتشرب ستة الفانيدات؟ هذه عايشه هذه كتشرب ستة الفانيدات عاد باش تنعس. الله الا بغيتي تكالمي على خاطر والام ديالهم حتى هي السلام عليكم. السلام عليكم الشريفيه. بلاش 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 انا معاك. السلام عليكم الشريفي. السلام عليكم. نهضروا بصوت مرتفع باش يسمعونا حتى الناس.